مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. من تلفزيون جمهورية صومالاند احييكم واقرا على حضراتكم النشره الاخباريه المسائيه لهذا اليوم. ومن اهم العناوين الرئيسيه في هذه النشره: استقبال رئيس جمهوريه صومالاند فخامه احمد محمد محمود سيليو لعدد من جاليه صومالاند بالولايات المتحده الامريكيه، وذلك بقصر رئاسه الجمهوريه. تسلم وزير وزاره الطاقه والثروه المعدنيه بجمهوريه صومالاند شهاده شرفيه من قبل جاليه صومالاند بدوله استراليا. وزير وزارة الإعلام والتوعية معالي عبد الله محمد طارق قس ووفد مرافق يغادر العاصمة هرجيس اليوم متوجها إلى المملكة المتحدة البريطانية لمشاركة جالية الصوماليلاند في عيد الاستقلال. أيها السادة والسادة، إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية. استقبل اليوم فخامة أحمد محمد محمود سيليو رئيس جمهورية الصوماليلاند وبرفقته النائب رئيس الجمهورية فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل الزيلعي. استقبل بقصر رئاسة الجمهورية بالعاصمة هرجيسة عدد كبير من مندوبي جالية الصوماليلاند بشمال الولايات المتحدة الأمريكية. استقبل اليوم رئيس جمهورية صومالاند فخامة أحمد محمد محمود سيليو برفقته كل من نائب رئيس الجمهورية فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيليعي وعدد كبير من المسؤولين والوزراء. استقبلوا بقصر رئاسة الجمهورية بالعاصمة هرجيسة عددا كبير من مثقفي وأعيان إقليمي أفضل والمقيمين حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية. هذا وفي كلمة لأمين عام الجالية هنأ من خلال كلمتهم حكومة صومالاند على أعمالها الجليلة خاصة بالسياسات الداخلية والخارجية على حد سواء، كما أثنوا أيضا على المشاريع التنموية التي قامت بها الحكومة، وأشاروا أيضا إلى جولة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى العديد من الأقاليم البلاد المختلفة وما لها من مشاركات فيما بين الحكومة وشعب تلك الأقاليم. هذا كما أشاروا أيضا إلى أن جالية صومالاند المقيمة بأمريكا سوف تقوم بتقديم المساعدات المطلوبة منها من أجل المساهمة في عملية بناء الوطن. هذا كما أثنى رئيس جمهورية صومالاند على هذه الوطنية. هذا كما وفانا به المتحدث الرسمي لقصر رئاسة الجمهورية سعادة أحمد سليمان دحل. شارك كل من وزير وزارة الشباب والرياضة ووزير وزارة الطيران ونائب وزير الإعلام والتوعية شارك مع عدد آخر كبير من المسؤولين في مباراة الختامية جمعت بين فريقي كرة القدم فريق طوفان وفريق الطيران، حيث تم تسليم كأس البطولة للفريق الفائز بهذه البطولة. شارك وزير الشباب والرياضة بجمهورية صومالاند معالي علي سعيد ريجل ووزير الطيران معالي محمود حاشا عبدي ونائب وزير الإعلام والتوعية معالي عبد الواحد عبد القادر وعدد آخر من المسؤولين. شاركا في مباراة لكرة القدم باستاد العاصمة هرجيسة، وذلك في اختتام دورة ألعاب الرياضية. هذا وفاز فريق طوفان لكرة القدم على فريق الطيران. وفي كلمة لوزير وزارة الشباب والرياضة في هذه المناسبة هنأ من خلال الفريق الفائز بكأس البطولة على تفوقه، كما أشار أيضا إلى خطط الوزارة تجاه شباب صومالاند وتوفير المراكز الرياضية وتحبيبهم في ممارسة الرياضة. هذا كما تحدث وزير الطيران أشار إلى أن حكومة صومالاند تشجع الرياضة بشكل عام، كما تحدث أيضا نائب وزير الإعلام قائلا أن وزارة الإعلام تهتم بالرياضة بشكل عام من تقديم لبرامج توعوية، وقد حضر هذه المناسبة آلاف من الرياضيين والمشجعين. غادر اليوم وزير وزارة الإعلام والتوعية بجمهورية صومالاند معالي عبد الله محمد طاهر عكوسة وعدد آخر من أعضاء مجلس البرلمان. غادر العاصمة هرجيسة متوجهين إلى المملكة المتحدة البريطانية من أجل مشاركة جالية صومالاند باحتفالات عيد الاستقلال والتي ستوافق 18 من شهر مايو الجاري. غادر اليوم وزير وزارة الإعلام والتوعية بجمهورية صومالاند معالي عبد الله محمد طاهر عكوسة وعدد آخر من أعضاء مجلس البرلمان قادر مضار عيال الدولي بالعاصمة هرجيسة متوجهين إلى المملكة المتحدة البريطانية من أجل مشاركة جالية صومالاند ببريطانيا في احتفالات 18 من هذا الشهر وهي عيد الاستقلال. هذا وفي كلمة لوزير الإعلام بأرض المطار أشار من خلال كلمته إلى الاستقرار الذي تنعم به صومالاند حاليا، هذا وإن دل فإنما يدل على الوحدة الوطنية. هذا كما ناشد مواطني صومالاند بضرورة إحياء ذكرى عيد الاستقلال، كما حث كافة الصحافيين بمراعاة ما توصلت إليه صومالاند من نجاحات. تسلم اليوم وزير وزارة الطاقة والثروة المعدنية بجمهورية صومالاند معالي حسين عبدي عديد تسلم شهادة تقديرية من قبل جالية صومالاند بدولة استراليا تقديرا على أعماله لخدمة الوطن والمواطنين. تسلم اليوم وزير وزارة الطاقة والثروة المعدنية بجمهورية صومالاند معالي حسين عبد عديد بمقر الوزارة اليوم
من قبل جاليت الصوماليلاند بدولة استراليا شهادة تقديرية على أعماله. وقد حضر هذه المناسبة كل من وزير وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الصوماليلاند معالي علي ورن عدة، ووزير وزارة التخطيط معالي سعد علي شره، وعدد آخر من المسؤولين بالوزارة. وفي المناسبة تحدث بكلمة سفير الصوماليلاند سعادة محمد حسن سفير الصوماليلاند بدولة استراليا، أشار من خلال كلمته إلى أن جالية الصوماليلاند مهتمة بكل ما هو جار من أعمال قيمة بأرض الوطن، وتقدر كافة الأعمال التي يقوم بها الوزير. كما تحدث أيضا وكيل حزب كلمية بدولة استراليا سعادة حسن أحمد هلع، أثنى من خلال كلمته على أعمال الوزير. كما تحدث أيضا وزير الداخلية ووزير التخطيط، أشار من خلال كلمتهم إلى أهمية هذا التقدير. كما تحدث بكلمة وزير وزارة الطاقة والثروة المعدنية بجمهورية الصوماليلاند معالي حسين عبد عديد، أشار من خلال كلمته بأن جالية الصوماليلاند بدولة استراليا شاكرة على ما تقوم به من أعمال تقديرية تجاه المسؤولين. كما أشار أيضا إلى أن هذه الشهادة التقديرية ستكون بمثابة تشجيع من أجل استمرار المسيرة لصالح الوطن والمواطنين والبناء. أعلنت جالية الصوماليلاند بدولة الإمارات العربية المتحدة أنهم سيشاركون كافة شعب الصوماليلاند والحكومة بذكرى مناسبة العيد الوطني والتي ستوافق 18 من الشهر الجاري. أعلنت جالية صوماليلاند المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة أنهم سيشاركون الشعب والحكومة صوماليلاند مناسبة العيد الوطني، وسيقيمون احتفالا لإحياء الذكرى 23 للعيد الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأعلنت لجنة الجالية صوماليلاند أنه سيتم عقد الحفلة في قاعة الإمارات خاصة بإمارة دبي، وأشاروا أنه سيتم جمع تبرعات مالية لطريق برعة وعرقابه. أدى السيد سعيد حاجي أحمد دعالة اليمين الدستوري أمام محكمة إقليم رودجيح هذا اليوم، والذي تم تعيينه مؤخرا عضوا بمجلس بلدية العاصمة هرجيسة. أدى السيد سعيد حاجي أحمد دعالة اليمين الدستوري أمام المحكمة لإقليم مرودجيح، والذي تم تعيينه عضوا لمجلس بلدية العاصمة هرجيسة تبديلا لعضو المجلس السابق السيد مصطفى عثمان ظاهر، الذي وجهت إليه المحكمة اتهامات بقتل سميل له. هذا وقد حضر مراسيم أداء اليمين رئيس محكمة إقليم مرودجيح فيصل عبد الله إسماعيل، والذي أشار بدوره أن لجنة الانتخابات الوطنية بعثت للمحكمة طلبا رسميا لتعيين هذا العضو الجديد لهذا المنصب في مجلس بلدية العاصمة. وتعهد العضو الجديد لمجلس بلدية العاصمة السيد سعيد حاجي أحمد دعالة أنه سيقوم بواجباته بإخلاص تام، وأنه سوف يخدم للشعب وللوطن معا إن شاء الله. وفي الشأن العالمي، يلتقي اليوم الرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن بزعيم الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربة، الذي سيطرح عليه 3 ملفات رئيسية لمناقشتها خلال هذا اللقاء. يلتقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن اليوم زعيم الائتلاف السوري المعارض أحمد جربة، الذي سيطرح 3 ملفات رئيسية، أولها إيجاد سبل لوقف البراميل المتفجرة التي يستخدمها النظام لاستهداف الثوار والمدنيين على حد سواء، والثاني تأكيد الموقف الجيش السوري الحر الرافض للإرهاب، والثالث حث الإدارة الأمريكية على اتخاذ موقف من إرهاب إيران وحزب الله اللبناني والميليشيات العراقية الداعمة لبشار الأسد. ومن المقرر أن يتوجه الجربة ظهر اليوم إلى البيت الأبيض للقاء مستشار الأمن القومي سوزان رايس، على أن ينضم الرئيس أوباما لاحقا. وأوضح الممثل للإتلاف في الولايات المتحدة نجيب الغضبان أن الوقف البراميل المتفجرة والقنابل الحارقة هو مطلب الرئيسي الذي كرره الوفد خلال كافة لقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين، لافتا إلى أن الوفد يعمد إلى تحضير خلفية تتضمن تعريف عن كل مسؤول ومواقفه السابقة مما يجري في سوريا من أجل تحديد جدول أعمال اللقاء. أعلن مسؤول نيجيري بارز بأنه تم تحديد الموقع الذي تحتفظ فيه جماعة بوكو حرام بأكثر من 200 فتاة نيجيرية، واللواتي أثار اختطافهن سخطا دوليا واسعا. أعلن مسؤول نيجيري بارز أنه تم تحديد الموقع الذي تحتفظ فيه جماعة بوكو حرام بأكثر من 200 تلميذة نيجيرية، والتي أثار اختطافهن سخطا دوليا، في وقت بثت الجماعة شريط فيديو للفتيات المختطفات وعرضت مبادرتهن بسجناء
الأمر الذي رفضته السلطات النيجيرية. وقال حاكم ولاية بورونو التي شهدت عملية الاختطاف أنه أرسل التقارير التي رصدت موقع الفتيات إلى الجيش لتحقق مصلحتها، وشدد على أنه لا يعتقد أن تكون الفتيات قد أخذنا عبر الحدود إلى تشاد أو الكاميرون. وأعلن المسؤول في الولايات المتحدة الاثنين أن طائرات أمريكية تشارك في عمليات البحث عن فتيات خطفتهن جماعة بوكو حرام في إبريل الماضي في ولاية بورونو في شمال شرق نيجيريا. في وقت سابق أمس قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال زيارة لأذربيجان أنه من الممكن عقد قمة حول الأمن في غرب أفريقيا في حال موافقة الدول المجاورة لنيجيريا، كما ستحضر القمة حال انعقادها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. على السعيد ذاته نقل تسجيل فيديو عن زعيم جماعة بوكو حرام قوله أنه مستعد لإطلاق سراح 200 تلميذة مقابل الإفراج عن سجناء. مشاهدينا الكرام، كان هذا آخر خبر أذيع على حضرتكم في هذه النشرة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، وإلى لقاء آخر يجمع بيننا. دمتم بأمان الله.